في هذا الجزء نرى أهمية الأخذ بالأسباب، وهو أمر غاية في الأهمية في حياة الإنسان وفي عمران الأرض وفي أسباب النجاح. نراه جليا في قوله تعالى مخاطبا سيدة نساء العالمين مريم الصديقة عليها وعلى ابنها السلام: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. في هذا المقطع وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا أمر عجيب، لأن السيدة في حالة نفاس، سيدة وقد وضعت ابنها وفي حالة من الضعف والإعياء، ولكن الله سبحانه وتعالى أمرها أن تتخذ السبب، أرسل لها رسوله حتى ينفخ فيها من روح الله، وأحدث لها معجزة لم تتكرر عبر البشرية، معجزة فريدة وأعلى رتبتها حتى جعلها خير نساء العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: مريم ابنة عمران أول هاتيك الأربع، وآسيا امرأة فرعون، وخديجة زوج محمد، وفاطمة بنت سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الترتيب وهذه السيدة التي هي أفضل نساء العالمين والتي يحدث على يدها هذه المعجزة الفريدة التي لم تتكرر ولن تتكرر، يقول لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وكلي واشربي وقري عينا. ما هذا؟ الأخذ بالأسباب. العلماء صاغوا من هذا مبدأ عاما: الاعتماد على الأسباب شرك وترك الأسباب جهل. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يعلمنا في سيرته هذا المبدأ العام، هذا المحور الذي بنيت عليه أشياء كثيرة. لا تعتمد على الأسباب بقلبك، فإن الله هو الفاعل الحقيقي، ولا حول ولا قوة إلا بالله من كنوز العرش. لكن إياك أن تترك الأسباب، فليس لنا أن نختبر الله، الله يختبرنا. إياك أن تخرج عما خلقه الله سبحانه وتعالى فتكون معترضا على ذلك وتصاب بالفشل الذريع ولا تصل إطلاقا إلى مرادك. الفلاح يلقي الحب ثم يدعو يقول يا رب، والله لو لم يلقي الحب لا يخرج زرع ولا يخرج أي شيء، ولو جلس طوال الليل والنهار يقول إني متوكل على الله. لا بد من السعي ومن مخالطة الأسباب التي خلقها الله سبحانه وتعالى. ليس هناك زرع بدون حب، وبعد ذلك هذا الزرع يجب أن نجني وأن نحصده وأن نؤتي حقه وآتوا حقه يوم حصاده. هذا المبدأ رأيناه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخرج إلى أحد فيخالف بين درعين، والله يعصمك من الناس، وهو يعلم أن أحدا لن يطاله، لكن الأسباب لا بد أن تتخذ. نذهب إلى الحرب فنلبس لباس الحرب، ويقول والله لو توكلتم على الله حق توكله
لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتعودوا وتروحوا بطانا. تغدو يعني في الغدو في الصباح تطلع الطيور، ولما تروح تروح وهي شبعانة. سبحان الله، هي لا ترتب ولكن لابد من أنها تغدو وتروح، تذهب وتجيء. فلو بقيت في أوكارها فليس هناك أرزاق ستنزل عليهم، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ولا تمطر لهذه الطيور أكلا ولا رعاية. لابد من مخالطة الأسباب. مبدأ عظيم لو وقفنا عنده وتدبرناه وتأملناه وتعمقنا فيه ثم طبقناه، فإن ذلك سيكون سببا في الوصول إلى النجاح، أن تكون ناجحا في مقاصدك. اللهم أنجح مقاصدنا.